الإنارة التي أعادت الحياة لبرج إيفل. كل ليلة يتزين برج إيفل بتغطيته الذهبية المتألقة لمدة 5 دقائق كل ساعة على مدار الساعة، في حين تسطو منارته في كل أنحاء باريس. خلف هذا العمل الفني الرائع الذي أعاد إلى البرج حيويته وأهميته بالنسبة لمدينة باريس، تفاصيل من العمل والتصميم والتفكير لنتعرف عليها في المقال التالي. الإنارة الذهبية التي ترجع إلى عام 1985. تم كشف النقاب عن الإنارة الذهبية للبرج التي أبدعها المهندس الكهربائي بيير بيدو في 31 من كانون الأول عام 1985. تتألف منظومة الإنارة هذه من 336 كشاف ضوئي مجهزة بمصابيح الصوديوم عالية الضغط ذات أضواء صفراء برتقالية. هذا النوع من الإنارة المجمع عليه عالمياً نجح استخدامه في إحياء المعالم الأثرية ليلاً في باريس وجميع مدن فرنسا بل والعالم أجمع. الحزم الضوئية الموجهة من قاعدة البرج إلى قمته تضيء البرج من داخل هيكله الإنشائي. فمنذ عام 1958 وباستبدال الكشيفات الضوئية البالغ عددها 1290 والتي كانت تضيء البرج من الخارج، سلط الضوء على البنية المعدنية للبرج وأنيرت المناطق التي يرتادها الزوار في الليل حتى موعد إغلاق أبوابه، إذ أنه إضافة إلى القيمة الجمالية التي تحمل هذه الأضواء فإنها تعتبر ضرورة لتوفير الأمان لفترة تشغيل البرج الليلية. يتم تشغيل الكشافات الضوئية خلال مدة لا تزيد عن 10 دقائق، حيث يوجد حساسات تقوم بتشغيل الأضواء بمجرد حلول الظلام. وقد استبدلت الكشافات عام 2004 بأخرى يصل استهلاكها إلى 600 واط بدلا من 1000 كيلو واط، مما أتاح توفيرا في استهلاك الطاقة بمقدار 40% دون أن يؤثر ذلك على جمالية المظهر العام. منارة برج إيفل التي أطلقت خلال العهد التنازلي لاستقبال عام 2000. بحلول منتصف ليل 31 كانون الأول عام 1999 اكتشف العالم المنارة الجديدة للبرج بأضوائها البراقة. ترسل المنارة حزمتين ضوئيتين يصل مداهما إلى 80 كيلومتر، مما 4 كشافات آلية بحرية يتم التحكم بها بواسطة برامج آلية التشغيل. وبما أن دورانها يسمح زاوية 90 درجة فقد تمت مزامنتها بحيث تشكل إشارة X تدور على محور 360 درجة، وتم اختيار مصابيح الزينون 6000 واط نظرا لعمرهم الطويل الذي يصل إلى حوالي 1200 ساعة. تبرد هذه المصابيح لتجنب حصول زيادة في درجة الحرارة، بالإضافة إلى أنها مزودة بنظام تسخين عند انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر أثناء انطفاء هذه الأضواء. هذه الأضواء تعزز فكرة غوستاف إيفل الذي أراد لهذا البرج أن يكون نقطة علامة رمزية عالمية. وتتوضع هذه الأضواء المتألقة فوق الإنارة الذهبية وتتكون من 20,000 مصباح كهربائي، 5,000 مصباح لكل جهة. تقوم بإعادة الحياة إلى هذا البرج لمدة 5 دقائق كل ساعة خلال الفترة التي يبقى فيها البرج مضاء والتي تستمر حتى الساعة 1 ليلا. لم يكن نظام الأضواء اللامعة الذي تم وضعه في عام 2000 مصنوعا للبقاء طويلا حتى تم استبداله في حزيران عام 2003 بنظام ضوئي آخر مصمم ليبقى لفترة 10 سنوات. إن عملية تركيب الأضواء لا تقل إثارة عن تصميم الإضاءة نفسها، فقد تطلبت 25 متسلق جبال خلال مدة التركيب التي استغرقت 5 أشهر، 20,000 مصباح ضوئي، 5,000 لكل جهة، 40 كيلومتر من الحبال الضوئية والأسلاك الكهربائية، 40,000 وصلة و 80,000 قطعة معدنية متنوعة وصل وزنها إلى 60 طن، 230 قطعة من الصناديق الإلكترونية والتجهيزات الكهربائية، 10,000 متر مربع من شبكات الحماية، 120 كيلووات من الطاقة الكهربائية،
ميزانية تقدر ب 4.55 مليار يورو. الإبداع لا يتوقف، والوصول إلى معلم سياحي عظيم يتطلب التطوير والابتكار المستمر ليحافظ هذا المعلم على مكانته في العالم المتطور. أن تمتلك عنصر جذب سياحي هو أمر مهم، ولكن أن تستطيع استثماره والمحافظة على مكانته هو الأمر الأهم الذي ربما نفتقده في سوريا.